أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أن مصر تحرص على دعم التنمية بكافة الدول الأفريقية وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة في قطاع المياه، مشيرا إلى أن مصر سوف تتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامي 2023 و2024، حيث ستسعى مصر لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الدول الأفريقية. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الموارد المائية والري هاني مع وزير المياه النيجيري سليمان أدمو والوفد المرافق له وذلك للتبحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه